واولا سي عبد الرحمن يوسفي الله يرحمه، الله يرحمه في هذا النهار هذا، كنعرفوا بانه رجل سياسي كان مهم في المغرب هذه من سنين وسنين، ولكن اللي كنعقل عليه انا فاش كنتلاقى معاه في الزنقه هذه هو التواضع ديالو، التواضع ديالو اللي كان شي حاجه اللي هي تين واحد الاحترام كتزيد في هذاك الاحترام اللي عندك ديجا مع ذاك السيد اللي دار شحال من حاجه في البلاد. وكنعرفوا بانه الحسن الثاني الملك الحسن الثاني الله يرحمه كان عيط لعبد الرحمن يوسفي باش يعاونوا باش يكون واحد الحكومه جديده. ما بقاش كيخرج بزاف في الاخر، ولكن فاش كنا كنشوفوا من قبل كما قلت لك كنعقل على شيء على 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 التواضع ديالو، وكي كي كي كيما شخص عادي فهمتي، الوغ كان واحد السيد اللي كان مهم في البلاد والله يرحمه. انسان كان مهم في البلاد وعاش اخر ايام في هذا الابارتمون، كيفاش كتبان لك يعني؟ كيبان لي بانه مغربي كاي مغربي، وهذا مهم، هذا مهم بزاف. شنو يمكن نقول على السي اليوسفي؟ انسان اللي عطى الكثير لهذه البلاد من هذه السنين، انسان اللي عاون المغرب فاش كان شاب وفاش وصل لواحد لواحد السن بلوز امبورتون في حياته، انه ما عمرو وقف اشاك فوا كيلكان يفني لو يدوموندي كيك شوز يلقاه في جانبو. سي كيلكان كي مفخر هاد البلاد اللي ضعنا فيه، التواضع ديالو ما نقدروش نوصفوه، والنصائح اللي عطى للبلاد والحكم في المغرب معروفه، وحتى الدقائق الاخرى ديالو في الحياه ديالو كان ديما تيحاول يعرف شنو وقع في البلاد، وباغي يعاون الشباب وباغي يعاون باش يوصل المغرب لهاد القيمه اللي هي فيها، اللي كانت يتمناها فاش كان صغير. تعطلنا شي شويه ولكن الحمد لله رحنا غاديين في المسار. انتم كجيران ديالو كتعرفوا على شي حاجه اللي اكثر حميميه يعني قريب كان 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 سي ان سبورتيف، كيلكان اللي كان ديما تيخرج تيجري في الصباح فاش كان بصحته، كيلكان كي توجور ايتي سيمباتيك مع الناس كي سون اوتور دو لوي. الى با شوازي باش يمشي يسكن في لي غروند ميزون لي فيلا، عايش في ان كارتي دو ويلا توني اي دون دان كارتي كوم سا. عزانا وعزاكم واحد فهاد السيد راه بحال الاب ديالنا وجارنا، الله يرحمه في هذا النهار ويوسع عليه، بانه كان راجل طيب خلوق، والتواضع ديالو اللي معروف عليه في المغرب كله ماشي غير في العالم، بانه متواضع كيخرج كيهضر مع لي كونسييرج كيهضر مع لي غارديان، كيخرج يتقدى يمشي لاباتيسري راسو ياخذ اون باكيت، ملي كان الله يرحمه بصحته كان كيخرج يمشي لافارماسي ياخذ الدواء ديالو ويرجع عادي كإنسان عادي. وكان كنتمنى بهذا الجيل هذا ياخذ منه عبره. الاستاذ اليوسفي بحق نقولوا فيه واحد الكلمه ديال الحق، انه انسان فيه الانسانيه، كيجي عندنا كنتعاملوا معاه كانسان عادي، كاي كليان كياخذ معنا الدواء، متواضع، الاخلاق ديالو طيبه، المعامله ديالو مزيانه صراحه، ما تيخليش لك الفرصه انك يعني كيخليش فرصة انك تطاول عليه ولا مثلا تقلل منه ولا شي حاجة، محترم في كل شيء، في المعاملة ديالو ولا في الهندام ديالو ولا في هذا، صراحة هو كليان من الكليان ديالنا اللي متواضعين، تنحطوه في المرتبة الأولى عندنا ككليان. جوانب الإنسانية ديالو أنه مثلا تيتعامل مع الناس بزاف، اللي الناس اللي محتاجين الدواء بعض المرات تيشري لهم الدواء، تيشري لهم من قدام الباب، تي هذا شحال من خطرة كيتعامل مع الناس مزيان صراحة.